السلام الله عليكم واهلا بكم في هذا الدرس الرابع من دور تعلم لغه السي اس اس. في هذا الدرس ان شاء الله سوف نتعلم عن الكولور اند باك جراوند في السي اس اس. من اجل هذا عملت لكم ان فايل ولا ان دوكيمون اتش تي ام يا ان دوكيمون سي اس اس فيد. هنا دوكيمون هنا نكتب الكود تاعنا سي اس اس داكو. دونك هنا واش درت؟ درت جوست ان دوكيمون اتش تي ام ال لي مونسين افيك لي البودي. هنا لي دو شوز برينسيبال لي نزيدهم هي لا باليز ميتا. لا باليز ميتا راهي حد لنا لي جو دو كاركتر، يعني باش ما تلقاوش مشاكل من بعد. اي ابري لي تري امبورطونت هي لا باليز لينك اللي قلنا هي اللي دير لنا الربط بين دوكيمون اتش تي ام او اتش تي ام ال افيك لو فايل سي اس اس. نجيو هنايا جوست نزلو النيم كومبلي تاع دوكيمون سورس اتش تي ام ال تاعنا سي اس اس تاعنا دوت سي اس اس ونرجستري. دونك هنايا درنا لابيل تاع هذا سي اس اس تاعنا، واي كود يكون هنا عيطنا له هنا باش يتم ليكزيكيسيو تاعو. فرضوا بلي هنا في البودي عندنا ان ديف، وفي هذه الديف عندنا باراغراف. باراغراف بايثون نجيو نهزو هادي نهزو هذه الباراغراف حتى هنا كوبي نجي نحطو الباراغراف تاعنا هنا اللي نخدمو عليها دو شوز برينسيبال في هذه الكور اللي هما لي كولور باغراف. فوالا دونك الدوكيمون تاعنا اتش تي ام ال راهو ساجي. دونك ما علينا واش هو، نابليكيو سي اس اس على هذا الدوكيمون. دونك اي حاجه نابليكيوها هنايا راح يتم النداء تاعها هنايا وتابليكا. حنا حابين نديرو هذه الديف نابليكيو عليها، سواء نخدمو ديريكتومون ب ب بالكلاسي بسيليكتور سامبل، يعني ديف كوم سا نكتبو ديف ابري نحلو، سواء نخدمو بالكلاس سواء نخدمو بالاي دي، يعني عندنا الخيار. حنا نخدمو بروميير تيب لي هو السامبل. خلاص خلاص نخدمو بالديف هكذا. دونك هنا عيطنا للديف، وحنا عندنا انسول ديف هنا هي اللي راح يتم النداء تاعها. راح نعملو بايزون كولور لهذاك التكست ولا لهذاك الباراغراف. دونك حنا اون جينيرال في الدرس تاعنا هنا قلنا نتعلمو لي كولور باغراوند. لي كولور اون جينيرال في سي اس اس وش هي؟ عندك اون اتريبي كي سابيل كولور، وفي هذه الكولور ديما هذه هي لا ديكلاراسيون. تكتب لاتريبي تاعك ولا بروبريتي وتمد هنا لا فالور بايزون بالريد، تسجل تشوف النتائج. دونك تم عرض النص ريد، نشوفو بلي باراغراف تاعنا ماهيش كاملة. لي لا هنايا انا ولي لي سجلو. فوالا نشوفو هنا باراغراف تاعنا اوروج. هادي يعني سامبل، نحبو بايزون بلو. كاين بليزير لي كولور، نتاو عليك لي كولور لي تعرف. بايزون اورانج تحبو وايد اورانج، تسجل وتقولو اعطيني اورانج يعطيك اورانج. دائما هكذا تحب بايزون. سي يغريغ ان لا كولور سي. فوالا دونك انت يعني الخاصيه تاع لا كولور تكتب لا كولور وتكتب لا تريبيا كولور دو بوين، والفالور تاع لا كولور تحط سيمي كولون يعطي. دونك هذا التيب الاول يعني تاع كيفاش ديكلاري الكولور، يعني بالناي تاع لا كولور. كاينه طريقه واحده اخرى هي بتريبلات ار جي بي. تريبلات ار جي بي تمدو هكذا وعلى الانتيريور هنا نورمالمون ان سول سيمي كولون. على الانتيريور ديال التريبلات ار جي بي كاين تروا فالور، تمد الار تمد الجرين وتمد البلو، تمد تروا فالور. وهذا الار والجي بي مثلين بارقام 0 255. يعني هنا باش نتفاهمو كاينه يعني ار اي دو 0 255، يعني الار هذا ولا الجي ولا البي سي كيف كيف من 0 255. يعني هذا يبدا من 0 255 نحطو له 0، وهذا نقدروا نكتبوه من 0 255 نكتبو 0، وهنا باغ اكزومبل 0 255 نعطيه 255. دونك هنا واش راح يمثل لنا؟ هنا الروج 0، الجرين يعني الاخضر 0، والبلو 255. هنا راح يافيشي لنا الكولور بلو. فوالا كما نشوفو نحبو باغ اكزومبل نافيشيو الكولور جرين، يعني حبيت نقول اخضر
جيست تحط لا فالور تاع 255 حطها جيست هنا فوالا سجل يعطيك جرين حاجه مليحه. ولا تحب باي زون تهزها هنا تخلفها بزيرو وتحطها هنا يعطيك روج يدير رد. ولا تحب باي زون تمدلهم 000 اللي هي كيما نعرفو 000 يعطيك ديريكت بلاك. ولا تحطها اوسي 255 واش معناتها 255 معناتها ابيض. حاب نقول هنا ما يافيش والو التكست ولا ابيض والباك جراوند بيضا دوك ما حيبان والو. دونك فوالا هادي هكذا وانت كيما تحب يعني تحب هنا تحط زيرو وتسجل تحب تحط هنا 50 تسجل وتشوف النتائج يعطيك ان كولور هنا تحط 100 ليسونسيال ما تخش على 255 باش هو يدير الميلونج غير من 0 255 تاع شاك ار وتاع شاك جي وشاك بي. فوالا هذه تريبلات ار جي بي. دونك في الاول قلنا باش نسجلو كور تاعنا الاول قلنا نديكلاريو كولور كوم سا دو بوان سيمي كولون ونمدو هنا القيمة سوا راد سوا بلو كيما نحب. هذه الطريقة الأولى للديكلاراسيون. الطريقة الزوجة كيما قلنا هي هاي هكذا. كاينة طريقة يعني واحدة أخرى طريقة اللي هي هنا قلنا بالنايم تعطي النايم تاع الكولور هنا تمد النايم تاع الكولور هو ار جي بي تريبلات ار جي بي وبيان تقول كولور تقول كولور بالإكزاديسيمال تحب يقول هنا تمد ار ار جي جي بي بي وتسكر يعني كيف نقولوا ان تريبلات مي اون إكزاديسيمال يعني شاك تاع واش هنا باش نحطو بين قوسين يعني شاك كوا شاك ار ار يعني ار ار او جي جي او بيبي اي دو يعني من زيرو زيرو اف اف يعني هذي باش نتفهمو عليها يعني شاك واحد منهم يروح من زيرو زيرو لاف اف فوالا. دونك هنا هذا ار ار يروح من زيرو الاف اف يعني تقدر تحط هنا 00 ولا 01 ولا 10 حتى الاف اف. وحب نقول واش معناتها الاف اف. الاف اف يبدا سواء ا سواء ا بي سواء بي ا سواء وبيات ميلونجيهم خاصك اكزاديسيمال تحط تقدر تمد باغ اكزومبل هنا فرضوا نمدوا القيم هنا الرئيسيه الرئيسيه اللي نقدروا نمدوها الار ار باغ اكزومبل نمدوا له 00 جي جي نديرو 00 وهذه باغ اكزومبل نديرو لها اف اف. هنا رانا بوانتينا على لاكولور واش يعني قيمة الاف بوانتينا روج ار جي بي لا فالور بلو كون نسجلو يعطينا لا فالور بلو. باغ اكزومبل كون نهزو هذه الاف اف يعني نعوضوها في النص راح نبوانتيو على الفاه. فوالا كذلك الشيء بالنسبة للأول نقول بوانتيو هنا ونردو هنا 00 ويقول بوانتينا على الروج مسجلناش سجلو نشوفو مدنا روج. فوالا درك هنا عندنا الخيار كيما نحبو نحبو بايزون لهنا كيما قلنا نمدو 01 يعني صحيحة راح يمدلنا ان كولور 01 ولا بايزون لهنا نمدو هذا البي الاخراني ندو باغ اكزومبل ا5 سي جوست سجلو شوفو النتائج يعني يعني كيما نحبو حنا ليسونسيال بين اف اف هذا قدام 00 حتى الاف اف يعني 00 تقدر تكون 01 0 10 00 حتى الاف اف حبي يكون تقدر دير ا تقدر دير بي بي. المهم تروح هنا هنا في الثالث باغ اكزومبل كنديرو بالاودي بالسانك هنا نروحو من ا حتى البي ا بي سي دي وهنا نروحو من نروحو كامل الارقام يعني من الزيرو حتى من الزيرو حتى لنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حتى لنا. فحنا نحطو في الارقام هادو هنايا في بلاصة 5
في بلاصه الادي نروحو من الاح حتى ما نخرجوش عليه، وهنا نكونوا اي رقم حنا باغيين. فوالا هذه هي يعني خلاصه القول في لي كولور، سواء تمد بالنايم تاعها سواء بالتريبلات ار جي بي سواء اونيكزا ديسيما، تمد بالكولور تاعك. يعني اون جينيرال الناس يخدموا بالراد ويخدموا ثاني يخدموا بالليكزا ديسيما. الليكزا ديسيما الا كان تلفت لك خلاص ما لقيت اوكي كولور تحب ديرو، شكل اكزا ديسيمال وازار طيح في ان كولور. وهنايا الا كان تحب تحفظ الراد والبلو والجرين وايت ويلا ويتو، هادو تري امبورطون اوسي نستعملوهم في لي باج تاعنا. فوالا ثاني حاجه اللي حابين نتعلموها ان شاء الله في هذا الدرس هي فيما يخص باجراوند. هذا الكولور باجراوند وش هو؟ باجراوند كاين دو تيب، كاين باجراوند ايماج عفوا كولور، يعني يكون عندك كولور وسا يعني الباك جراوند كولور. هذا واش هي الباك جراوند كولور؟ عادي كيما قلنا هنا لا فالور، هنا لا تريبي لا فالور، هنا لا تريبي تاعك باك جراوند كولور اي لا فالور تكون هذا هنا اونتر هذا دو بوس بيكون. دونك هنا باغ اكزومبل التكست تاعك هذا حاب دير له باك جراوند ولكن بلي كولور، نقول له باغ اكزومبل ريد، نعطيه باك جراوند ريد راح يمد لي باك جراوند ريد. انت لي روج تحب باغ اكزومبل نقول له جرين، جرين يعني اخضر، سجل تشوف يعطيك اخضر. تحب يلو، يلو يعني اصفر، ولا ردها لك اصفر وهالوم كيما تحب انت. الباك جراوند تاعك باك جراوند كولور كيفاش حاب ديرها، تقدر اوسي تمثلها بار جي بي بتريبلات ار جي بي، وتمد الار جي بي تاعك تمد 255 كونفيرجي باغ اكزومبل 0 باغ اكزومبل 0، هنا تمدها روج باغ اكزومبل، هنا تمد 255 وهنا تمد 0، هنا راح طيح في الفير باغ اكزومبل تريبلات ار جي بي. وهكذا يعني نفس الطرق هنا بالراد والار جي بي ولا بالاكزا ديسيمال. يعني تحب ديرها ان اكزا ديسيمال نحي الار جي بي تاعك هذي كاع وتحط هنايا ان اكزا ديسيمال، تمد ان اكزا ديسيمال باغ اكزومبل 00 اف اف 00 اللي هي نفسها الراد. فوالا ما تشونجاتش باسكو هذه اصلا راهي اخضر كومبايزون جي. انا نتمنى بلو دي سانك يدير لك لا كولور المطر كولور. فوالا وكذا هو باك جراوند كولور. هذه بالاضافه الى هذا كاين اوسي باك جراوند ايماج. الباك جراوند ايماج يعني هذا الشيء يعني كاين دو تيب قلنا، كاين درنا الملخص على لي كولور، درك الملخص على الباك جراوند. في لي باك جراوند قلنا كاين ليماج وكاين الكولور. ليماج ها الكولور راه حكينا عليه، يعني باك جراوند كولور واش معناتها؟ معناتها التكست تاعك هذا يعني ديف لي لي موديف المحتوى تاعو دير باك جراوند، هذا هو المحتوى تاع ديف. هي هذه الكريتير دير لها باك جراوند، الخلفيه الخلفيه درناها بهذا لا كولور، هي هذه باك جراوند كولور تاع التكست تاعنا. درك نحبوا نديروا باك جراوند كولور باك جراوند ايماج، يعني التكست تاعنا هذا نديروا له ايماج ما نديرولوش باك جراوند كولور. حاب يقول هادو دوكا نستغناو عليهم هكذا كوم سا، نحيو هذه هنا فوالا كوم سا. دوك رايحين نخدمو، عرفنا واش هو الكولور واش هو الباك جراوند كولور، يعني يديرلك لا كولور تاع التكست ويديرلك يعني الخلفية تاع التكست هذاك. دوك راح نديرو الخلفية تاع التكست مي ايماج. فاش نديرو هذا الشيء؟ نكتبو يارال، نكتبو دو بوان و الانتيرو نمدو ليارال، مدو ليارال للانترنت سواء من الانترنت تاع ليماج سواء يعني اي ايماج جيف انت باغي ديرها باغ اكزومبل هادي انت باغي هادي تزها اليارال تاعها، تكليكي عليها هنا وتطلع تطلع لنا نهزو اليارال تاع ليماج هادي ونكوليوها هنايا. سواء نهزو من لوكال، كل واحد يكون عنده باغ اكزومبل لوكال باغ اكزومبل كيما انا هنايا عندي ايماج هادي اللي هي باك ا جي بي جي وتتوقع في الباك جراوند HTML يعني في السي اس اس كات كات. هذو اللي هنا اللي قاعدين نخدمو فيهم مادامهم يتوقعو في لو ميم فايل نهزو غير جست نيم باك ا جي بي جي. نهزو هنا نكتبو باك ا باك ا جي بي جي. هاد الحالة كيبدلنا الكولور دي حطنا تاع ليماج، فوالا حطنا تاع ليماج. هنا كيما رانا نشوفو يعني انا ما اتضحت لناش هادي ما حملتش، خلينا منها ديجا
اصلا حنا بايزون نهزو هذه، نهزو هذه قادرين نهزو ليا ديريكتور نسيو هذا ليا. نسجلو ونشوف. او بيان وين هي هنايا؟ نجيو هنا ديريكتوم ونقولو له كوبي لادريس، كوبي لادريس ليا فوالا، كوبينا انا لادريس تاعها. نجيو هنا هذي نقلعوها ونحطو لادريس ديريكتوم ونسجلو شوفو النتائج. و بيان نونجستريوها باغ اكزومبل، نحبو نونجستريوها كوبي ليماج كوبي لادريس دو ليماج، يعني كوبي نسيو هنا كوبيو لادريس تاع ليماج المهم يعطيها لنا، يعني نكوبيو لادريس ولا نسجلو هنايا. نورمالمون دروك تجي باسكو هي جيف بون جيف الاولاني ما عطاهناش هاي. نورمالمون مونتنو دروك طلعنا ليماج هادي هي الباك جراوند فوالا، طلعت روج باك جراوند روج. دونك مي هنا ماناش نشوفو الكتبة هنايا دروك، يعني خصنا حنا نتحكمو في الديزاين. ايزومبل حنا طلعنا ليماج فوالا، هادي هنا واش تبان لنا، هذا هو اللي راه هزيناها ديريكتومون من الانترنت اللي هي هادي التيب تاعها. جينا هنا ودرنا كوبي لادريس تاع ليماج، كوبينا لادريس تاع ميل حطينا هنايا، او بيان تهزها من الانترنت ولا باش نربحو ليسباس هادي تاع ليكرو هذا كامل ونهزو شلي راه. نجيو ديريكتومون هنايا نقولو له اوريجستري، يعني هنا اوريجستري ليماج سو ونحطوها هنا مع هادو ونسيوها جي او باغ اكزومبل. ونورجستره في لو ميم ريباراتوار افروندر سي اس اس باش نهزو غير النيم تاعها فوالا، هاي تورجستره. دونك هنايا ما نكتبوش هذا اليو ار ال ديريكت تاع الانترنت، سو جوست نكتبو جي او ان جيف فوالا، اكستنسيو تاعها جيف. ايضا نصغرو ليكرو تاعنا هادي نركو شوية لي سباس باش يجي الشرح يعني مليح فوالا. دونك هذا هو الكود سي اس اس تاعنا، كون نعاودو هنايا ناكتياليزي حين تحصلو على ميم النتائج باسكو حنا هزينا لي رال ولا اوريجيستنا سي كيف كيف. دونك هنا حاجة باغي نديروها هو انو التكست ما بانناش، هنا نقدرو نتحكمو في الكولور، يعني هنا نحيدو بايزون نحيو الكولور بايزون اللي نحب نستعمل معاه هاني هنايا، نكتب ابيض ويت خمسة ندير بوان فيرجول ونسجل الخلفية سوداء والتكست ابيض، هنا راح تبان لنا الكتبة حاجة مليحة. دونك هنا نشوفو بلي حنا ليماج تاعنا هنايا راهي كومبلي، شوف يعني كبيرة دائرة وفي شاك بوان تسرى دائرة. هنا نشوفو حنا يعني هنا مش تبان، يبان غير هذا النص، يعني هنا كاين حاجة نبهو بها الاخوان هو انه هنا نحب ندير لويث، يعني حنا مازلنا ما تطرقناش لهذا المفهومين في لويث والهاي، مي هنا اضطرينا جاشتي هنا اضطرينا باش تبان لنا الخدمة مليح، يعني هنا ما نشوفوش يعني الخدمة باش تبان، لازم نديرو العرض تاع الديف، هذا هو الديف هنا اللي عندها الباك جراوند نوار حتى اللهن، نديرو العرض تاعها بايزون نعطيو لها عرض اللي هو الويد، الويد هو العرض تاع الباك جراوند. وبالمناسبة هادو الويد والهاي راح نديرو عليهم بإذن الله الدرس ونشرحوهم بالتفاصيل، حنا جوست هنا باش نبينو الخدمة تاعنا في الباك جراوند ايماج باش تبان الخدمة مليح. نعطيو الويد، الويد هو العرض تاع ليليمون هذا بالمناسبة، هو هذا الديف اي اليمون ديف او بيا هيدر ولا باكرا تحب ديرلو العرض تاعو ديرلو العرض تاعو، ديرلو باك جراوند تحب ديرلو العرض ديرلو العرض. على العرض هنا نحبو نعطيولو 400 بيكسل، وهنا باغ اكزومبل جو 400 بيكسل نورجستري نشوفو الخدمة فوالا طري بيان. هنا نشوفو يعني اتضحت لنا الصورة، الصورة ولات تبان واضحة فوالا 400 تبان الكتبة واضحة طري بيان. دونك هنا واش قلنا؟ قلنا تعرفنا على لي كولور كيفاش نبدلو كولور،
وتعرفنا كيفاش نديرو باكراوند، باكراوند كولور اوسي على هنايا باكراوند كولور. الثاني الحاجة اللي قلنا كاين باكراوند كولور باكراوند ايماج. في الباكراوند ايماج قلنا هاك باش نحملو ايماج، وعرفنا كيفاش نحملوها سوا من الانترنت سوا من لوكال. فوالا دوك الحاجة اللي تميز الباكراوند ايماج هي شنية، هي يعني احنا حملنا ايماج، يعني كاين دو تيب تاع لي زيماج. كيما هنا هذه ليماج هي بون جيف، يعني لو كان يعني هي ايماج يعني بار ديفو ريبيتي، حاب يقول بار ديفو يعني هي ريبيتي. واش معناتها ريبيتي باش نفهموا المعنى تاع ريبيتي؟ بار ديفو ريبيتي. كو باغ اكزومبل نجيو نهزو ان اوتر ايماج، باغ اكزومبل هادي باك ان ان، فرضو مو جيني نهزو باك ان ان، باك ان ان جي بي جي. يعني هادو دي زيماج مونجستريين في الميم ريبيراتوار، هما كتياليزيو ليماج تاعنا. عفوا درت خطا، جي بي جي سجلو شوفو النتائج. فوالا هنا نشوفو هذه ليماج، يعني هذه نو ريبيتي، يعني هنا تغطينا كامل لي ليمون. هذه ليماج نو ريبيتي، يعني كيفاش دارت؟ غطات لنا كامل لي ليمون ديف، الديف هذا تاعنا دارت لنا التغطيه تاعو كامل. بار كونتر بار اكزومبل كي نهزو هذه، كي نهزو هذه ولا بار اكزومبل ميم سي اي ام جي، هذه نسيو مع الاي ام جي، بار اكزومبل اي ام جي، اي ام جي بار اكزومبل هذه اوسي تعتبر ايماج جي بي جي، اي ام سي با اي ام جي، اي ام سجلو نشوفو النتائج. اي ام بون جي بي جي، جي بي ان جي، يعني غلط بي ان جي، نحيو هذه هنا. فوالا هذه هي ليماج هذي حابين نزلها، نسجلو نشوفو النتائج. فوالا هنا كيما رانا نشوفو حنا في لوريجينال ليماج تاعنا، شوف ليماج تاعنا كنا في شيوا، كنا في شيوا يعني طافيشنا ان سور وازو تاع تويتر. مي هنا كيما رانا نشوفو افيشينا 1 2 3، دونك هي يعني حنا افيشيناها بر يعني بار دوريجين ريبيتي، يعني دوريجين قاعده تريبيتا ليماج. في هذه الحاله كاين واحد البروبريتي واحده اخرى باكراوند، اللي هي باكراوند مش ايماج، باكراوند ريبيت. فوالا هي ريبيت، هذه باكراوند ريبيت، يعني نعطيو لها لا فالور بار ديفو كيما قلنا هي ريبيت هكذا، راح يتغير حتى حاجه. علاش؟ باسكو لا فالور بار ديفو هي ريبيت. درك حنا هنايا نتحكموا فيها كيما نحبوا حنا. باغ اكزومبل كاينه يعني ريبيت اوريزونتال، يعني على اكس نسجلو، يعني يسرى لا ريبيت هنا هذه هي ليماج تتريبيتا غير على الاكس. تحب باغ اكزومبل تقول لها ريبيتي سور ايكغيك، تقول لها ريبيتي سور ايكغيك، سجل تشوف نتائج وك تريبيتا لك سور ايكغيك، يعني ايكغيك و تريبيتا سور اكس. تحب تخليها بار ديفو، تخليها بار ديفو. هذه خاصية يعني واش تسمح لنا ريبيتي، هذه هي خاصية اللي تسمح لنا باش ليماج تاعنا يعني كيفاش نحبو ريبيتيها، باش دين فاسون كو يعني ما يتقاسش يكون المحتوى تاع التكست تاعنا متأقلم مع هذيك الباكراوند تاع ليماج. دونك هذه الباكراوند ايماج. كون باغ اكزومبل نجي نقولو النوتر بروبريتي في سي اس اس، قلنا باكراوند ايماج. في باكراوند ايماج قلنا كاين دو تيب، كاين تيب لي هو بار ديفو ريبيتي، و كاين تيب لي هو بار ديفو ماهوش ريبيتي. بار لي ماهوش هذا بار ديفو ماهوش ريبيتي، يعني يغطيلك لي ليمون كامل. بار كونتر هذا ميغطيلكش لي ليمون كامل كيما هذه. ولا باغ اكزومبل كون نحبو نجيو هذه، شوفوا فيها ايماج نجمه ايطوال راب، ايماج ايطوال. كو باغ اكزومبل نجيو هنا نقولو راب كوم سا، جي بي جي ونسجلو. كيفاش ليكستونسيو تاعها؟ جيف غلطت انا، نورمالمون جيف سي با جي بي جي، سي جيف ليكستونسيو تاع ليماج. سجلو يعني نشوفو يعني
كيفي قاعد هنا التكست نعطيه ما نعطيهوش ابيض باسكو الخلفيه تقريبا نعطيه بلاك. انت تتحكم يعني بالسياسه صح بلاك. انا التكست يبان الخلفيه نشوفو فيها نجوم. هنايا ليماج تاعنا كيما رانا نشوفو هنا ان سول ايطوال ليماج تاعنا كي نطلعوها ان سول ايطوال. مي كي نطلعوها هنايا في الباك جراوند ايماج ونحطوها هي دوريجين تريبيتا باش ديرلك ان باك جراوند ايماج باش يجيلك ان سول ايطوال هنا وسيبو. يعني تعطيك الباك جراوند كامل هي نجوم. وقت النجوم هذه تقدر تحكم فيها باش ما تقيسلكش التكست. باغ اكزومبل تقول بلي ندير لها جوست يعني التريبيتا جوست على الاكس يعني ان سول لينا الاكس كوم سا التكست هذا ما يتقاسش. هنا نشوفو فيه يتقاس ونجيو باغ اكزومبل نقولو له على الايكغيك ونسجلو باغ اكزومبل نشوفو يبقى هذا النص هنا يتقاس. يعني درنا باك جراوند على اكس مي تريبيتا غير على الاكس مي يتقاس تاني. كون نديرو على اكس و ايكغيك يجي هنايا في الفراغ هذا يجي يعني حاجة مليحة مي هنايا يجي مشكل يداخل النص مع وسمو. دونك من اجل هذا جات انوتر بروبريتي يعني حنا نحبو باغ اكزومبل نقولو بلي هادو النجوم يصرا لهم باك جراوند هما الباك جراوند تاع ليماج. انا حاب النجوم هادو يكونو لي زيتوال هادو هما الباك جراوند تاع ليماج مي دي فاسو كو ما يقيسليش هنا المحتوى كيما هنا لي روشيرش تكنولوجي كونسيديري هادو كامل يقيسهم هنا في اللفت. انا نحب ما يقيسهمش. دونك جات انوتر بروبريتي لي هي باك جراوند باك جراوند بوزيشن. في باك جراوند بوزيشن هادي واش قال لك هنا باك جراوند بوزيشن يعني هي الباك جراوند اللي تسمح لنا باش نحركوا الباك جراوند اللي حبينا حنا درنا عليه هو ايماج دين فاسون كو ما يقيسناش المحتوى تاع التكست. حاب يقول نديروه في الميليو ولا نديروه في الطوب ولا نديروه في الطوم دين فاسون ما يقيش. يعني هنايا في البوزيشن باك جراوند بوزيشن باغ اكزومبل نقولولو ليفت نسجلو ونشوف هنا دار هنا في الليفت. بار اكزومبل في الليفت نقولولو في الطوب يعني ليفت هنا وفي الاعلى. دونك هنا كي جات سور ايكغيك كون باغ اكزومبل بدلو سور اكس تجي كيفاش يجي في انسولين هنا في الاعلى باسكو حنا كنا سير ايكغيك. حاب يقول باك جراوند تقلب تخي بيان ولا هنا في الاعلى. نحبو هنا نجي نقولو لو خطوم ونسجلو النتائج يجي هنا في الاسفل. فوالا يجي في الاسفل. هنا تشوف هنا كيفاش في الباك جراوند قاعدين يعني نتحكمو في الباك جراوند تاع ليماج هادي اللي تيليشارجيناها باك جراوند بوزيشن يعني حطيناه في اللفت حطيناه في اللفت قاعدين نتحكمو سوا بوتون سوا بوتون يعني في الاسفل سوا طوب في الاعلى. وحنا رانا في جهه اللفت يعني في جهه اليسار. كون نقولو في جهه اليمين رايت عفوا هنا في جهه اليمين يعني في الجهه اللي منا نقولو لو بوتون او طوب يعني بوتون حابو نقولو لو طوب يعني يطلع فوالا يطلع الفوق يعني لافت ولا رايت وتعطيه بوتون ولافت يعني انا نتحكمو نتحكمو بشكل جيد في العمليه. دونك باغ اكزومبل كون نحبو نقولو له لافت باغ اكزومبل لافت كوم سا نسجلو باغ اكزومبل نقولو له بوتون يعني هنا قاعد في الاعلى يعني طبق لنا ميم سي زدنا له بوطون في الاسفل بقى في الاعلى. و باغ اكزومبل نجيو هنا نعكسو هادي يعني هنا حنا اللي نتحكمو هنا ها اوكي رايت نبدلو هادي نديرها راهي كومسا نشوفو النتائج هنا فوالا رايت هنا يعني كانت هنا رايت واش معنتها رايت يعني في جهة اليسار وجات بوتون نحيو هادي كونسا. دونك فوالا كيما رانا نشوفو هنايا يعني كان هنا بايزون نسيو مع إكغيك كيما كنا نشوفو إكغيك سي العملية العكسية. حبيت نقولك كيفاش العملية العكسية كنديرو ليفت
يعني نحطها في اللفت ونسجله، يعني حطها لنا هنا. يعني احنا واش قلنا له على إيكراك كيعود على إيكراك، يعني هو كان هنا على إكس كيولي على إيكراك، حطنا في اللفت. وبوتون يعني يجي هنا، كي نقولوا له طوب يعني راح يجي في الجهة الأخرى. هنا نقولوا له طوب على إيكراك، ولكن هنا نقولوا له رايت، رايت دوك يشونجي الوضعية تاعو. فوالا شونجي الوضعية تاعو هنا على إيكراك، يعني رايت وفي الطوب، يعني في جهة الرايت ويكون في الطوب. هنا تقدر تقول له بوتون كوم سا، ونسجلو ونشوفو النتائج. ها ما يتبدلش، علاش؟ باسكو هنا لازم تقول له لفت، يعني تقول له لفت بوتون، واش معناتها؟ يجي هنا في جهة اللفت ويجي في البوتون. فوالا يجي في البوتون. دونك هذه هي، يعني نشوفو هنا كيفاش قاعدين نتحكمو يعني في الوضعية تاع الباكراوند. هنا الوضعية هذه فاش تصلح، تصلح باغ اكزومبل كي نحبو احنا الباكراوند تاعنا ما يتقاسش، يعني ما يقيسناش يعني الكونتوني الكتبة تاعنا، نتحكمو في هذه باكراوند، يعني باكراوند كيما نحبو حنا. كون باغ اكزومبل هنا ايسي نديرو هنا هذا، ما نديرو هادي، يعني راح يكون هك بهذه الوضعية. يعني باكراوند هو ريبيت، يعني ما نديرو لو ني اكس ني ايكغيك. انا نقولو لو باغ اكزومبل توب، يعني ما راحش يبان لي فيه كيما نديرو على اكس و ايكغيك. يعني من الاحسن نديرو على اكس و ايكغيك، نمدو لي فالور هنا، يعني تجي العملية أحسن. كون باغ اكزومبل نزيدو هنا نقولو لو رايت، جي اش تي ونسجلو رايت باغ اكزومبل توب. يعني حنا لي نشونجيو نسييو هنا بوطون، فوالا نبو باغ اكزومبل هادي حوها ما يتبدل والو. ليسونسيال حنا هنا يمشيو هادو الزوج، عندنا الرايت، يعني عندنا الرايت هادي تكون رايت و لافت، و تمشي بوطون و طوب. فوالا دوك هنا باش نشونجيو البوزيسيون تاع الباكراوند تاعنا. كاين اخر حاجة، يعني هادي هنايا بوزيسيون، يعني نغير الوضعية تاع ليماج باكراوند تاعنا دي فاسون كيما منقيسوش المحتوى، يعني المحتوى يقعد بلاصتو. كاينة خاصية أخيرة راح نتعلموها، هي باكراوند يعني اتاشمنت. باكراوند اتاشمنت هذه معنتها واش؟ باكراوند اتاشمنت، باكراوند اتاشمنت يعني تفيكسي باكراوند تاعك، يعني نعطيو اون فالور فيكسد. حاب يقول واش معنتها فيكسد؟ مهما نغيرو المحتوى، يعني مهما نغيرو المحتوى تاع لاباج تاعنا، يعني ديكاليوه غوش و بيا دروات، ديما الباكراوند يقعد في بلاصتو في هادو لي بوزيسيون لي حنا مدينا هملو، يعني ماحش يصرالو تغيير. هذا واش معنتها فيكسد؟ هذي جدو مهمة فيكسد. فوالا كيما نشوفو هنايا تنحى، باسكو يعني هنا موان خصنا نديروه كومبلي. فوالا هنا راهو تفيكسا. باغ اكزومبل كون هنا نجي نقولو بوزيسيون، نحيو لو بوتون ونعطيلو هنا اكس. فوالا شوفو هنا كيفاش ولا، ولا في الميليو. يعني حنا فيكسيناه ان سارتان بوزيسيون. هنا باغ اكزومبل كون نقولولو درك، هنا كيعطيناه اكس، كون نقولولو باغ اكزومبل درك لاف، هنا قلنا لو رايت، نقولولو طوب، هنا راح يطلع. فوالا شوفو يطلع. باغ اكزومبل نقولولو رايت بوتون، بوتون يعني بوتون راح يهبط. يعني هنا في البوتون، يعني هنا كون نجيو هنا شو جوست، كاين كيما قلنا الويث والهاي، هذو راح نحكيو عليهم اللي هما يحدونا الطول والعرض تاع الباكراوند تاع الديف تاعنا. باغ اكزومبل نديرو لو ان بوردر، بوردر وسي بربي ان شاء الله راح نحكيو عليه، نديرو فيه يعني درس خاص بلي بوردر. بوردر باغ اكزومبل نديرو ان بيكسل،
يعني البوردر هو الاطار الخارجي تاع الديف هذه اللي هي العرض تاعها 400 400، يعني راح يبني عندنا اطار من 400 ومن 400 ومن 400 ومن 400 ويسكر الاطار. نعتبره سوليد جرين بايزون اخضر، فالور خضراء. فوالا بين لنا الاطار تاعنا هنا، الخدمه تجي واضحه جدا، يعني نعودو نخدمو باش تبان الخدمه تاعنا. دونك كيما قلنا هنايا كي فيكسينا الباك جراوند اتاشمنت، يعني فيكسينا الباك جراوند تاعنا ما يتحركش مهما نحركو الكونتوني تاع لابار. كيما قلنا هنا كي نجي للتوب هنا راح يبان الطرف تاعو هنايا باغ اكزومبل. جي تقولو توب و بيان نقولو رايت، نقولو غير جوست رايت. رايت يعني راح يجي هنا. تقولو ليفت كيفاش يجي ليفت، هنا ليفت فوالا. شغل هنا ليفت و رايت يجي في الميليو على الاكس، حنا رانا نمشيو على الاكس. ليفت و رايت يجي على الميليو. تي جوست تحب تبدل باغ اكزومبل، دير هنا دير هنا باغ اكزومبل توب راح يطلع نحو الاعلى، صافي شي كان في الاعلى. و طوم بوطوم كومسا راح يهبط نحو الاسفل، يعني نحو الاسفل. هو نورمالمون بوطوم راح يهبط هنا نحو الاسفل. باغ اكزومبل نحبو نديرو بوطوم و بيان نديرو نعطيولو قيمة نعطيولو قيمة ليفت، نخليوه في الميديوم هكذا باش ميديرونجيناش التكست تاعنا. هذا هو الهدف تاعنا، يعني حنا شتينا نديرو باك جراوند هذي مي ميقيسناش التكست. فوالا دونك هذا هو يعني هذا هو يعني لوبجيكتيف تاع الباك جراوند هذي. ميم سي هنايا نحبو نبدلو أي إيماج، ليزونج لي عندنا هذوك باغزوم كيما هادي هادي كامل هما ريبيت، يعني تريبيتي. باغزوم كون جيو لهادي يعني تال جي بي جي، تال جي بي جي اوسي شوفوها اسكو تعاود لما تعاودش. تال جي بي جي جي بي جي فوالا سجلو النتائج شوفو فوالا تال جي بي جي. هنا جات في يعني جات هنا باغزوم نحبو هنا نقولو له ليفت رايت، هاو قلنا نقولو توب يعني يكون هنا فوالا الكتبة تاعنا راح تجي هنا. ونقولو له نحينا يعني التريبي تاع على كامل ليماج فوالا. فوالا نشوفو راح يصرالها التريبي تاع على كامل ليماج. درك كيفاش يعني نتحكمو نمشي لو كان نجيب باغزوم عندنا يعني عندنا لي زيماج هنا، كاينة هذه قلنا، كاينة هذه جي او جيف باغ جي او جيف. سجلو النتائج نشوف فوالا هنا. ولكن هنا كيما نشوفو ليماج تاعنا يعني باك جراوند بدلوه تاع الكولور، ما نديروش بلاك نديروه ابيض كويك فوالا. انا باش تبان ليماج تاعنا انا نفس الشيء باغ اكزومبل كون نحبو نديرو نريبيتيو هنا باش تبان ليماج، باسكو ليماج هنا ريبيت مي عندها الويث و اللارج تاعها كبار بزاف باش تبان كلار كلار. جوست هنا نجيو نبدلو في الديف تاعنا، نكبرو في الديف تاعنا 600 400 هنا، يعني راح تبان بوضوح فوالا. هنا كيزيد بدلنا كل ما نبدلو نكبرو يعني في الديف تاعنا تبان مليح كيفاش قاعدة تريبيتا ليماج، يعني هنا ريبيت تريبيتا هنا و تريبيتا هنا و تريبيتا هنا فوالا. نشوفو هاي تريبيتا هنا 4 فوا. كون نزيد نكبرو ليماج نفس الشي باك جراوند، يعني قد ما نكبرو باك جراوند باغ اكزومبل 800 800 و نسجلو النتائج و نشوفو يعني فوالا هنا تريبيتا لنا ليماج. و هنا كيما قلنا يعني تقدر تتحكم انت، يعني عليك وانت كيفاش يعني تقدر تحكم في هذه ليماج تاعك كيفاش تريبيتا. تحب ديرها باغ اكزومبل على الاكس و تعطيها بوطون، يعني نفس الشيء تطلع لك هنا. تحب باغ اكزومبل ديرها طوب ديرها هنا ليفت، يعني تجيك غير في الميليو كما كنا نشوفو في الاخرين. جي هنا و ديرها في الميليو فوالا التكست تاعك يجي من فوق. نكبرو هنايا
ويعني أنا نجت يعني في المليون. هنا على ما بدنا نشوفها باسكو هنا الباكراوند، يعني جا الباكراوند تاع يعني هنا جا ابيض ابيض مع ابيض، ما جاتش فوالا سي بور سا، لانه هنا احنا درناه ابيض. كومباريزون نبدلو كولور، نديروه بون نبدلو كولور. السلام عليكم واهلا، ما قلنا هنايا نحيو هذا لا كولور ونرجعوه جرين. فوالا جرين كوم سا باش تبان لنا الكتبه كيما نشوفوا، ولات جرين نص من الكتبه راه في الباك جراوند يعني العادي، وهنا الباك جراوند ايماج اللي حنا حطيناه وفيكسيناه، يعني كيما نشوفوا ما قاعداش الباك جراوند تاع ليماج تطلع مع المحتوى تاع ليماج ولا المحتوى تاع لاباج. شوف المحتوى تاع لاباج اللي كريتير تطلع، مي الباك جراوند راهو فيكس. كونجو باغون جوست نبدلو نبدلو ليماج تاعنا، نرجعوها هذه ليماج باغون رنايم بروبريتي، نهزو هذه رنايم، نسكرو هذه، نحطو هذه، نعاودو هنا نهزو هذه، نعوضوها ليماج تاعنا هذه، نشوفو النتائج كما راه نشوفو هنايا. ملي قمنا بتغيير ليماج رجعناها ليماج هذه كما راه نشوفو نفس النتائج، يعني باك ولا ايماج باك اي ايماج تزيد تحطها تجيك هنا في باك جراوند في الميليو ومفيكسيه بارابور المحتوى تاع لاباج، يعني المحتوى هي اللي كريتير قاعده تطلع وتهبط، مي ليماج راهي سونتر يعني راهي في السونتر. نحبو مفيكسيه بهذه لا بروبريتي تاع فيكس كما قلنا، هي تسمح لنا باش باك جراوند اتاشمنت هذه تسمح لنا باش تفيكسي لنا واش هو تفيكسي لنا الباك جراوند ايماج، عن اذا كان تغير في ولا ديبلاسمون ولا ديفولمون تاع المحتوى هي ما تبدلش، هذا هو لوبجيكتيف تاعها. وعرفنا البوزيسيونمون يعني بوزيسيوها دي مانيير كو ما يصراش بيرتيرباسيون في التكست، وهذه ريبيست اكس و ايغريك اوسي باش نتفاداو تضارب ولا التخالط تاع التكست باك جراوند مع ليماج ويكون تكست غير مفهوم. فوالا دونك حنا هنايا باغ اكزومبل نفرضو بلي عندنا كاع ليماج كومس، فوالا رجعنا كاع ليماج، يعني كاع ليماج حنا نشوفو ليماج تاعنا وشحال فيها، يعني ليماج جايه يعني عنده واحد اللارجور كبير، يعني سيرتو الويث، الويث راهو كبير 800 بيكسل، وليماج قد ما يزيد العرض تاعها والطول تاعها راح تحكم لنا نيسباس في لا ميموار، هذه يعني نكونوا متفاهمين منها. سي بور سا نتفاداو هذا الشيء، يعني نزيدو زيرو هنا ونتفاداوه باش تجي باش يجي البي سي تاعنا يخدم مرتاح. هنا نقصو لها نديرو لها 600 و 500 فوالا، ما ندق انا نشوفو يعني ما البيسي راهو ثقيل اكوز دو ليماج، يعني قد ما نزيدو لها في الاخر تاوحات فوالا كما راه نشوفو هنايا ولات خفيفه. كون سيرتو كون نزيدو باغي نردوها على اكس يعني هنايا فوالا الاكس تجي تري تري بيان، يعني تجي خفيفه اصلا. يعني هنا عندنا هذه هكذا وعندها باك جراوند ايماج درناها في المليون، حبوا نديروها على الاكس على الايكرا كيما نحبوا كيما كنا نشرحوا. اخر حاجه في هذا الدرس حابين نتعلموها، تعلمنا على الكولور والباك جراوند، قلنا باك جراوند كولور باك جراوند ايماج، والباك جراوند ايماج كاين دو تيب، كاين تيب اللي يكون ريبيت وتيب نو ريبيت. نو ريبيت سهل التعامل، الريبيت نابليكيو عليه كلك روتوشات كيما هذه باش نيفيتيو يعني تضارب ولا بيرتيرباسيو تاع التكست. نقدروا كامل هذو لي بروبريتي نلموهم في ان سول بروبريتي في سي اس اس واللي هي الباك جراوند باغ اكزومبل، اللي هي اللي تسمى خاصية الاختزال. خاصية الاختزال في CSS يسميوها background، يعني هكذا background تكتبها وتختزل لنا كل لي بروبريتي هذو اللي كتبناهم ولا اللي حابين نديروها. يعني خاصية الاختزال هذه واش دير، تحب تكتب color جو سي با color par exemple ff ou bien 00 ff 00 وبريزي URL تحمل ان ايماج URL تاعي باغ اكزومبل ام
bien im1.jpg. Voilà. سجلوا ليماج تاعنا وين هي. انا بغيت نهز هذه بي ان جي، يعني بي ان جي انا غلطت هنا. الان انا نزيد الان انا سكريني هذه جي نسجلو. فوالا دونك زيد ثاني وهي ريبيتي اوسي. شوفو نشوفو حنا هنايا، شوفو يعني صورة وحدة برك وهنايا ريبيتي، يعني اوريجين ريبيتي. هذه ليماج باغ اكزومبل تحب نتايا دير ريباي، دخل ميم سي البروبريتي هذي تاع ريباي تاع الاكس باغ اكزومبل. هذه ريبيتي الاكس فوالا، وديرها باغ اكزومبل ليفت تريبيتي الاكس و ليفت فوالا، عطاتنا نفس النتائج تاع المرة الفائتة. يعني باكراوند يعني هنا واش هي، يعني هنا كي دير باكراوند ليماج ديرها ايماج، درناها ايماج اللي هي هنايا ايماج، ودرناها في نفس الوقت كولور، لأن الكولور هذا راهو جرين راهي بوينتينا على واش، هنا روج وهنا فير، يعني الاف اف بوينتات على الفير. هاي باكراوند كولور، عندنا ان باكراوند كولور فير، وعندنا باكراوند ايماج ثاني هاهي جات في الميليو، و اوسي كيف احتاجت في الميليو بهذه لا بروبريتي، يعني قلنا لها يعني ريبيتا الاكس وفي اللفت، قلنا احنا كي دير ريبيتي اكس على اللفت راح تجي في الميليو. فوالا هذه يعني الفائده. لو كان نحبو باكزوم تقدر حتى ديرها في الطوب في الرايت كيما تحب، يعني انت ولك الخيار. تقدر تزيد هنا دي بروبريتي جوست دير فيرجيل يعني اسباس، تذكر النوت على بروبريتي كيما هنايا ريبيت اكس ليفت فيكسد، تقدر حتى تفيكسيها بايثون فيكسد، تفيكسيها وتسجل تولي عندك باكراوند فيكسي. حاب يقول مهما تطلع في يعني هذا الباكراوند يولي فيكسي، مهما تطلع في الكتيبه هذه هنا درك ما تبناش باسكو الباكراوند تاعنا عنده ان تاي صغيره. يعني ونزيدوا له الهاي بايثون 700 هذه الحاله بتاتر تبان. فوالا هاي باند هنا الكريتير، ويعني الباكراوند كولور درناه خلفيه هنايا، وهنا نشوفوا بلي كتبات الباكراوند راهو فيكس فيكسيو، وهكذا يعني نزيدو دي بروبريتي بزاف حنا باغيينهم، يعني في لو ميم نختزلوها لي بروبريتي هذو كامل اللي كنا كاتبينهم هنايا بالديتا، نقدروا نختزلوهم كامل في هذه لا بروبريتي باكراوند. دونك هذه حاجه مليحه ومهمه جدا يعني في السياسات هذه، يعني نركزوا عليها مهمه جدا. هنا باغ اكزومبل نبدلو لو جرين نقولو له بلاك، بلاك لكريتير فوالا، جي بلاك جي حاجة مليحة فوالا. أنا نشوفو هنايا هذا هي. سلام الله عليكم وأهلا بكم. كولور عادي في ان تكست، وما تعلمنا على لي باكراوند دو تي باكراوند ايماج وكولور. قلنا في باكراوند كولور ما كنحتاج بروبلام، نكتبو عادي جدا سواء بالنايم سواء بالتريبلات ار جي بي سواء اكزاتيسيمال. وروحنا للايماج، ايماج هادي واش هو؟ قلنا هاي كيفاش طريقة تحميل الايماج، يعني كيفاش نديروها باكراوند تاع تاع ان اليمون في الاش تي ام ال، وكيفاش نديرو لها ريبيت كي تعود دوريجين ريبيتي، ونديرو لها بوزيسيونمون باش ما يصراش التخالط بينها وبين التكست، ونديرو لها فيكسد يعني تكون فيكسد كيما رانا نشوفو هكذا تكون فيكسد باكراوند. وعرفنا ثاني طريقة الاختزال تاع كل يعني لي زاتري كل لي فالور، الفالور هذه الفالور هذه هذه الفالور كل لي فالور اختزلهم ان بروبريتي اللي هي الباكراوند. احنا عندنا باكراوند ريبيت باكراوند بوزيسيون ديتاشمون كامل نقدروا نكتبوا باكراوند ونكتبوا غير جوست لي فالور تاعها بوزيسيونمون ليفت ريبيت، نكتبوا غير لي فالور تاعهم هنايا يعني متناسقين وبواحد الشكل مفهوم في باكراوند. هذه تاع الاختزال. دونك هذا هو درس اليوم، اكتفي بهذا القدر من المعلومات. وبقى لي غير نقول لكم الى درس اخر ان شاء الله من هذه الدوره لتعلم لغه سي اس اس، هو ان شاء الله يكون الدرس الخامس من هذه الدوره. راح نتعلم فيه اشياء جد مهمه في السي اس اس، وتمكننا باش نديرو ديزاين وستيل تاع لي زاليمون اتش تي ام ال، يعني شاك اليمون هنا نديرو له ديزاين تاعو هنايا. دونك